نعم، سيد هشام عبد العزيز الصحفي المتخصص في شؤون الطيران بالأهرام، أشكرك شكرا جزيلا. للمزيد من التفاصيل معنا الآن سيادة اللواء طيار محمد زمزم رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات سابقا. سيادة اللواء بعد التحية، يعني لو تشرح لنا كيفية عمل جهاز نقل البيانات من الطائرة إلى الشركة المسؤولة عن تشغيل الطائرة.